حسن الخلق لن يتأتى إلا بالتواضع. ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. لا يزال الرجل يأخذ بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين فيصيبه ما أصابه. إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم طلاقة الوجه وحسن الخلق. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. كل ما تتواضع وكل ما تبقى زيك زي الناس وتدخل في وسط الناس وتدخل على الفقير تخبط على بيته وتخش وتقول له عايز كوباية شاي اللي بتشربها الحلوة دي، لما تقعد وسط على الحصيرة معاهم كده وتاخد وتدي، شوف انت درجتك فين فوق، شوف انت ابن مين ودرجتك ايه ومعاك ايه، وقعد على حصيرة مع الفقير ده، الفقير ده يشيل الجزمة بتاعتك فوق دماغه، ده ابن الفقير ده يطلع بكرة وبعد ما يبقاش على لسانه غير يدعي لك انت بس، دي بنت الفقير دي بكرة وبعده يبقى المثل الأعلى ليها أنت، لأنه ده قالك ده مكان أبويا. بنت الفقير أو اليتيمة دي هتطلع بكرة وبعده تشيل جزمتك دي فوق دماغها، لما تقعد أنت بجلالة قدرك مع الناس الفقراء وتتواضع لهم دول، ها يتمنوا التراب اللي تمشي عليه يحطوه فوق دماغهم. يا أخي من تواضع إلى الله رفعه الله. ما تخافش، كل ما تتنازل عن قيمتك ومقدارك مع ضعيف القيمة ده ربنا هيرفعك تاني وتاني، ربنا هيديك، هتترفع في الدنيا والآخرة يا أخي، درجتك ربنا هيحافظ لك على مكانتك وهيزودها لك تاني. هو ده حسن الخلق، هو ده حسن الخلق. مش انت راكب عربية معرفش اسمها عمر ولا معرفش ايه، واحد غلبان فقير ما ترضاش تركبه في العربية. يا سيدي يا سيدي ممكن في يوم من الايام تبقى زيه وما تعرفش الايام ماشية ازاي، ما تعرفش الامور ماشية ازاي. اوعى تفكر ان انت معاك صحة وقوة في يوم من الايام ممكن تفتقر لا صحة ولا قوة ولا مال ولا عيال، وعندنا الامثلة كثيرة جدا. نتواضع لبعض، مش هي وقدوتنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نتواضع، اتواضع من كبريائك يا أخي، انزل من اللي انت فيه عشان ربنا يعليك. كل ما تنزل ربنا هيديك ويعليك، وكل ما تبقى زي ما انت كده وباصص للناس كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يزال الرجل يأخذ بنفسه يتعالى على الناس حتى يكون من الجبارين، فرعون وهامان وغيرهم، فيصيبه ما أصابهم. طالما انت بتتعالى كده وخلاص، تضرب الأرض ما فيش حد جدك، ولا تمشي في الأرض مرحا، سبحان الله العظيم، لا تتعالى. إن الله لا يحب كل مختال فخور، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اغضض من صوتك. الإنسان مننا إذا تعامل مع الناس بالحب والمودة والأخلاق ينال كل شيء، الدنيا والآخرة. لذا يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما يقول الحبيب صلوات الله وتسليماته عليه، عندما سئل أنس وكان خادما لرسول الله الخدام، ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمته 10 سنين فلم يقل لي أف قط
يا سبحان الله العظيم. ده شوف الخدام اللي عندك ولا اللي تحت ايدك ولا الغلبان اللي ولا الموظف اللي تحتك انت كرجل رئيس عمل ولا رجل رئيس مصلحه ولا شوف لما بيغلط بتقطع رقبته. وانت هتستنى لما كمان يغلط مره كمان؟ وانت هتستنى؟ احنا قلنا قبل كده نعامل الناس بروح القانون، نعامل بعض بروح القانون مش بالقانون. لو عملنا نفسنا بالقانون انت يا صاحب انت اللي هتجازي الناس. اول واحد عاوز تقطع رقبتك رئيس مصلحة او مدير مكان، انت اول واحد مقصر لو حبيت تتعامل الناس بالقانون، انما عاملهم بروح القانون. بص ان وراه بيت، وراه عيال، وراه زوجة، عنده قصاد كهرباء خربت بيته، عنده قصاد للغاز، وعنده وعنده. بص لدي، ما تعاملوش انت بالقانون عشان انت ما تضيع. ايه هتضيع قبليه؟ بص ان وراه عيال في مدارس واخده دروس، بص ان هو رايح لك بقميص انت ما ترضاش تمسح به الجزمه بتاعتك. وان كان مقصر خليك انت اب ليه. امال انت مدير المكان على الفاضي؟ انت مدير يعني اب وام واخ واخت وكل حاجه في الدنيا للموظفين اللي تحتيك. انت كل شيء ليه، انت اللي تقومه، انت مهما اعوج انت قومه، لكن ما تقطعش رقبته. فهي دي المواد، هي دي الاخلاق اللي احنا عايزين نتعامل بها مع بعض. انما النهارده يجي الانسان ينظر الى اخيه ويحقره، وينظر الى هذا ويحقره، ما بكره وبعد اللي انت بتحقره ده ممكن يدعو عليك دعوه ما تبقاش في المكان اللي انت فيه. رب اشعث اغبر لو اقسم على الله لابره. حسن الخلق والتواضع وحسن المعامله مع الناس، يبقى عندنا معامله الناس.